وكأن رحلة الخمسة أيام التي قضتها الباخرة ألتاي مبحرة من الأردن إلى لبنان محملة بالشاحنات التي كانت عالقة عند معبر نصيب الحدودي لم تكفي لتنتظر ساعات في لبنان ولكن خارج مرفأ طرابلس، فصاحب الباخرة لم يقبض بعد كل الأموال المطلوبة لإفراغ حمولة باخرته. وإلى حيث ترسو ألتاي في البحر توجه فريق الـ LBCI، حيث بدت الشاحنات والسائقون الذين لم يكن بإمكانهم سوى التلويح للكاميرا من بعيد. أربع سائقين وستون شاحنة عالقون في الباخرة ألتاي هنا على بعد بضعة أمتار من مرفأ طرابلس، حيث ينتظر هناك 56 سائقاً أن يستلموا شاحناتهم من الباخرة. أما هنا في المرفأ فانتظار السائقين يبدو أنه سيطول. المفاوضات مع صاحب الباخرة لم تصل إلى خواتيمها. هو حملهم قال لك بس تصل على لبنان بيعطيك أجار ثلاث سيارات. قال لي أول حمل السيارات وقال لي على بكرة الصبح بيكونوا عنده ليبر. قال لك على بكرة الصبح بعطيك ال وبقية السيارات كله واصل أجاراً. ما في أي واحد بده شنت واحد، كل يده واصلين أجاراً. كلهم واصلين بس ثلاث سيارات ما واصلين أجاراً. بس ثلاث سيارات. يعني أنا هلا جبنا لك ثلاث أجار ثلاث سيارات، قديه بنجيب لك مصاري عليهم؟ جيب لي 15,000 دولار عليهم. 15,000 دولار بتنزل الباخرة بتصف بتنزل. مباشرة بتحول المصاري للأونر وبتدخل الباخرة. قال ما فيني اشحن سيارة وما اخذ مصاري، كل التراك 3,946 دولار، 57 سيارة مدفوعين سلف من عند وليد المصري ومعنا ايصالات فيهم. تحويل المصاري صاحب ثلاث كاميونات بالبقاع، صاحب البضاعة بفرنسا بيقول احسان حمزي بيقول صاحب البضاعة بفرنسا الجمعة ليجي. احنا كنا صاحبين كاميونات يعني مثل ما بيقولوا الامكانيات محدودة، اما يعني هيك امور لازم الدولة تساعدنا فيها شوي، تنسق لنا اياها مثلا طولوا لهذا الموقف لبضاعتنا برا وهالخسارات اللي عم نكبدها كل يوم. هذا بغض النظر رحلتنا كانت خمس ايام هلا 10 ايام واكثر، هو يشتغل داخل العقبه ياخذ بضاعه ويجيب بضاعه عشان يجيب منتوج اكثر يجيب له مصالح اكثر. وبما ان المبلغ المطلوب لفك اسر الشاحنات الستين لم يتامن باتت ألتاي في البحر وسائقون يحلمون بشاحناتهم.